نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة 100 يوم صحة في ميدان باب الحرس في دمياط، والتي تم خلالها الكشف على المواطنين. وقد شهدت القافلة إجراء تحاليل الضغط والسكر والكشف المبكر عن أورام الثدي وقياس الدهون الثلاثية. بنقدم كل الخدمات للمواطنين بالمجان خالص، من غير اي تكاليف، من غير اي فلوس. طبعا المبادره دي مفيده جدا جدا ليهم، بالذات لكبار السن. بنعرفهم ان في تحاليل للضغط وللسكر وللاعتلال الكلوي وللامراض زي الاورام، وطبعا تنظيم الاسره وفحص الثدي، كل ده بالمجان من غير اي فلوس خالص. نشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادره، المبادره الجميله جدا. وبصراحة احنا يعني شايفين ان هو بيهتم كتير جدا بالمواطنين وامراض المواطنين، بيحافظ عليهم، بيحاول يحافظ عليهم بكافة الطرق وبشتى الطرق. انا اطمنت على نفسي الحمد لله، وعلى السكر والضغط والدم وكل حاجة، والحمد لله يعني القافلة ممتازة وبتخدم الناس هنا الحمد لله. عملت الكشف بتاع المبادرة، الضغط والتحليل الدم كويس يعني، وحاجة كويسة إن شاء الله.